بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا بكم في درس جديد من دورة إنشاء وتطبيق نظم إعدادات الجودة طبق المواصفات ISO 9001 بقدمها ليكم مهندس أحمد محمد قاسم تحت رعاية أكاديمية مواقع وقف أونلاين. كنا في الدرس السابق بدأنا في أول مرحلة من مراحل عمل مشروع نظم إعدادات الجودة. قلنا مع بعض إن عندي فعليا عندي 10 مراحل لمشروع نظم اعدادات الجوده. يعني ايه مشروع انشاء وتطبيق نظم اعدادات الجوده؟ والمرحله الاولى هي مرحله تبني الاداره العليا لانشاء النظام، بعد كده تاسيس فريق التنفيذ اللي هو ايه الفريق اللي فعليا هيكون على عاتقه انشاء النظام، بعد كده تحليل الفجوات، بعد كده قلنا ايه التدريب والتوعيه، توعيه الموظفين على نظم اعدادات الجوده، وتدريب اختيار نخبه من الموظفين حتى يكونوا مثلا ايه هم يعني مسؤولين بعمليه التخطيط، في مسؤولين عمليه التدقيق، في مسؤولين عمليه ايه اعداد اجراءات العمل. بعد كده ايه بناء وتكوين فرق عمل، هي عمليه ايه يعني تكوين فرق عمل يعني ايه مختلفه داخل المؤسسه على ايه يكون على تقها عمل اجراءات الجوده وتدقيق داخلي. بعد كده ايه السادسه، قلنا ايه المرحله السادسه هنعد وثائق نظم اعدادات الجوده. هم ايه فرق عمل دي؟ هي فعليا بالتعاون مع الجهه الاستشاريه فعلا هتعد وثائق نظم اعدادات الجوده. المرحله السابعه تطبيق نظم اعدادات الجوده الموثق، بعد كده احنا ايه تطبيق داخلي على النظام المطبق. المرحله التاسعه اللي هو ايه تسجيل الجهه المانحه ويكون في تدقيق خارجي والحصول على الشهاده. وايه قلنا احنا ايه انه ايه لازم يكون في مرحله تحسين مستمر على اساس انه ايه فعليا يعني لا يحصل على الشهاده مش نهايه المطاف، يكون عمليه تحسين مستمر حتى يكون ايه انه بعد 3 سنوات من الحصول على الشهاده يكون ايه تجديد عمليه إيه الشهاده. كنا ايه في الدرس السابق بدينا في حكينا كده بشكل عام المرحله الاولى اللي هي تبني الاداره العليا لانشاء النظام. باذن الله احنا ايه في الدرس الحالي هنتناول موضوع ايه المرحله الثانيه اللي هي تاسيس فريق التنفيذ. يعني مين هو فعليا الفريق اللي هيقوم فعليا على عاتقه انشاء النظام؟ مين هي الجهه الاشرافيه اللي هتكون فعليا هي الجهه اللي هتشرف على فرق العمل وعلى قسم اداره الجوده داخل المؤسسه اللي بيضم مراقبه الجوده وتوكيل الجوده، اللي هيشرفوا فعليا على انشاء نظام اداره الجوده حتى حصول على شهاده الايزو وبعد كده التحسين المستمر لنظام اداره الجوده. احنا بشكل عام كده نقول انه تاسيس فريق التنفيذ او انشاء الكيان المساعد او الهيكل التنظيمي المساعد لانشاء النظام، نقدر نقول كده احنا ايه هنتكلم عن عده امور. في البند الاول امر هنتكلم عن ايه انه نطلب خدمه استشاريه. قد يكون احنا ايه عشان ناسس فريق التنفيذ نطلب خدمه استشاريه، نختار كده مكتب استشاري او خبير استشاري في الحصول، يعني ان احنا ايه الخبير ده ان احنا ايه نستشيره، نعمل معاه عقد عمل على اساس نستشيره في الحصول ايه اليه ايه انشاء وتطبيق النظام حتى نحصل على شهاده الايزو. هسه هي عمليه يعني تسريع الوقت اللازم للحصول على ايه شهاده الايزو. فهي الفكره كلها يعني اول حاجه نتكلم على طلب الخدمه الاستشاريه زي فعليا انا ايه نختار كده جهه استشاريه ان فعليا هي ايه هتساعدنا في ايه انشاء نظام اعدادات الجوده، انشاء الاجراءات، تحليل الفجوات، ايه الامور اللي لازم نعملها، يعمل خطه عمل لعمل نظام اعدادات الجوده، وايه يساعدني في عمليه تدقيق داخلي على النظام، ويساعدني ايضا في ايه ان احنا تسجيل للجهه المانحه وايه عمليه التدقيق الخارجي، يعني اليات التدقيق الخارجي للمؤسسه. بعد كده الاجتماع الافتتاحي بين الجهه الاستشاريه واداره المنظمه، يعني ايه طلب خدمه استشاريه، بعد كده يكون في اجتماع افتتاحي الجهه الاستشاريه واداره المنظمه ايه اللي هيتم التناول فيه. بعد كده تعيين ممثل الاداره. الممثل الاداره قلنا الممثل الاداره هو يعتبر حلقه الوصل ما بين الاداره العليا وبين ايه العميل داخل المؤسسه اللي هو فعليا هيقوم على عاتقه يعني ايه الاشراف بشكل مباشر على انشاء نظام اعدادات الجوده. بعد كده تشكيل مجلس الجوده، مجلس الجوده اللي هيكون فعليا هو الجهه الاشرافيه العليا للجنه يعني اللجنه العليا لانشاء نظام اعدادات الجوده. بعد كده نشوف احنا كده شكل تنظيمي كده مختصر لاداره الجوده في المنظمه، وقد يختلف الشكل التنظيمي ده في اي مؤسسه عن اي مؤسسه اخرى، يعني حسب طبعا طبيعه المؤسسه، حسب حجمها، حسب طبيعه المنتجات والخدمات اللي بتقدمها.
نشوف مع بعض ايه الكلام ده كده بسرعه كده سريعه. اول حاجه احنا ايه طلب خدمه استشاريه، زي ما قلنا احنا ايه المؤسسه الافضل ان يكون اي مؤسسه فعليا عايزه تنشئ نظام اداره الجوده انها تستعين بمكتب استشاري او استشاري جوده، يعني خبير له خبره ما لا يقل عن 5 سنوات على الاقل في انشاء يعني ايه عمليات في تحرير العمليات واجراءات نظام اداره الجوده، فايه يكون هو يعني منسق وايه لخطه تنفيذ نظام اداره الجوده. فهي الفكره اللي احنا ايه نصل يعني هنختار كده جهه نتعامل معاها. قد يكون بعض يقول لك طب ليه احنا ما يكون العاملين داخل المؤسسه هم ايه هم يكون هم يعني ايه اللي يشتغلوا على اعداد النظام. نعم هو العاملين هم ايه هم اللي هيشتغلوا، لكن فعلا دي ايه جهه الشركه وهي جهه ايه تنسيقيه فعلا يعني ايه تعطيني اليات العمل تسرع اليات العمل من اجل ايه تسريع الوقت اللازم للحصول عليه على الشهاده. لانه فعليا يعني ايه اي جهه داخل المؤسسه هتكون هي فعليا يعني مرتبطه بايه فكر معين، يعني مرتبطه باليات معينه، لكن تيجي جهه خارجيه كمكتب استشاري او خبير في اداره الجوده يكون ايه يعني ايه شاف إيه طلع عده نماذج لتطبيق النظام في مؤسسات مشابهه للمؤسسه بتاعتي، إيه له خبره في عمل اجراءات الجوده، اليه الاجراءات زي تحديد العمليات زي تحليل الفجوات زي هي فعلا إيه نفهم نفسيات الموظفين. قد يختلف إيه الموظف داخل المؤسسه بيفهم نفسيه زميله عن ايه جهه خارجيه تيجي فعليا انها ايه تشرف بعرض الواقع وتشوف فعليا ايه الايه المؤسسه ايه ماشيه ازاي. فهي الفكره احنا فعلا نطلب خدمه استشاريه، مش ده مش نقص يعتبر نقص في الكفاءات اللي عاملين في مجال الجوده داخل المؤسسه، وانما فقط احنا ايه انه ايه كجهه تعطيني معلومات خبرتها انها ايه شافت عملت نظام اداره الجوده في مؤسسات مشابهه وتنقل الخبره على ايه تسريع الوقت اللازم من اجل الحصول على الشهاده. فطلب خدمه استشاريه بشكل عام احنا هنا نقدم خدمه استشاريه، هي فعليا نقدم طلب خدمه استشاريه لا عدة مؤسسات داخل الدولة. طبعا بعد كده الجهة الاستشارية دي هتقدم عرض فني ومالي بيشمل يعني هيشمل ايه ايه اللي الجهة الاستشارية هتقدمه للمؤسسة، ايه آلية العمل هتقدمها، ايه تكاليف العمل، الفترة الزمنية اللي يمكن تشتغل عليها لانشاء نظام اداره الجوده. طبعا ده هيختلف طبعا زي ما قلنا ايه في الدرس السابق حسب ايه حجم عدد الموظفين داخل المؤسسه، تعقد العمليات داخل المؤسسه، طبيعه الخدمات او المنتجات اللي بتقدمها المؤسسه. طبعا ايه بعد كده هنسلم اي عرض فني ومالي، يعني المؤسسه هنسلم يعني عرض فني ومالي من الجلسه الشريه دي، هنسلم عده عروض فنيه، يعني هنختار ايه عرض فني ومالي من احد الشركات، هيتم التعاقد طبعا مع الشركه دي، فهيبدا العمل فعليا بوصول ايه الاستشاري او ايه الممثل عن الشركه الاستشاريه المقدمه الخدمات دي هيصل ايه لمقر المنظمه وفعليا إيه يبدا ايه نعمل ايه فعليا تفاوض حول العرض ما وقبول وتوقيع العقد. بعد كده احنا ايه نبدا الجهه الاستشاريه، احنا برضه هنمد قبل ما يتم فعليا يعني وصول الجهه الاستشاريه للمؤسسه، نبدا الجهه الاستشاريه بمعنى كافي عن المؤسسه عمل تقرير مبدئي على الخطه العمليه، نقول لهم فعليا ايه معلومات عن الشركه او اي مؤسسه المنظومه اللي هي هيقوم عليها الانشاء نظام، معلومات عن الشركه فروعها حجم عدد الموظفين ايه المنتجات اللي بتقدمها او الخدمات اللي بتقدمها الهيكل التنظيمي للمؤسسه، احساس ان احنا فعليا تاخد هيك يعني معلومات كافيه عن المؤسسه قبل فعليا ما تبدا يعني ايه فعليا تبدا إيه العمل داخل ايه يعني تبدا فعليا تعد خطه العمل لانشاء نظام اداره الجوده داخل المؤسسه. طبعا بعد كده بعد ما فعليا تعاملنا عقد مع الشركه دي وبدنا لها معلومات كافيه عن المؤسسه، بعد كده يتم ايه في اجتماع افتتاحي من الاستشاري واداره المنظمه. يعني الاستشاري ده الممثل مكتب الاستشارات ده هياتي الى الشركه دي طبعا كده اجتماع افتتاح مع الاداره العليا المؤسسه، يعني رئيس مجلس الاداره وعضو مجلس الاداره داخل المؤسسه والرئيس التنفيذي. طبعا هو فعليا هيعرف بنظام اداره الجوده ايه فوائد تطبيق النظام، ايه متطلباته، ايه اهدافه، ايه العائد المادي والمعنوي اللي ايه اللي فعليا ايه اللي الشركه هتحصل عليه من ايه من تطبيق نظام اداره الجوده. طبعا ايه الجهه السيريه دي طبعا هي ايه هتمثل هي فعليا ايه كجهه اشرافيه وتنسيقيه مع ايه مع ممثل الاداره نظام اداره الجوده ايه في تطبيق في انشاء وتطبيق النظام. طبعا هو فعليا هيشرح ايه المتطلبات نظام اداره الجوده، ايه الموارد الماليه اللي هيكون عليها، ايه الالتزامات القانونيه او الدوليه اللي لازم احنا ايه اللي هتعود على تطبيق المواصفه. طبعا ايه هيحدد طبعا ايه طريقه تاثير بالعمل مع الاداره العليا، ايه مواعيد الزيارات اللي هيزورها، لان هي إيه جهه استشاريه مش ايه مش هتكون طبعا مش ايه قد يكون مش بشكل يومي، يعني قد تكون ايه يعني ايه كذا كم يوم كده في الاسبوع، هي بتيجي ايه تحدد مواعيد الزيارات، ايه الصلاحيات والمسؤوليات اللي هتكون ايه اللي الجهه الاستشاريه حاصله عليها. طبعا بعد كده ايه هيكون ايه هيطلب طبعا التزام الاداره العليا
بين شرط تطبيق النظام ايه يعني ايه اعطاء كده الوعد من ايه انه ايه في التزام الدائره العليا لشرط تطبيق النظام، لانه ده هو يعتبر اول كمرحله، لانه فعليا انه يعني فعليا احنا ما التزمش الدائره العليا فعليا ايه، فخلاص كلام فاضي انه ايه انه اي استشاري هيشتغل فعليا يطبق النظام مع اقسام داخل المؤسسه، يعمل عمليات يعمل اجراءات، وما فيش التزام فعلي في ايه ان احنا نمشي مع النظام حتى النهايه، فعليا مش هنمشي في ايه تطبيق النظام على شكل مبدئي. طبعا ايه بعد كده هي ايه آليه ان احنا ايه انه هيطلب الاستشاري ايه انه تعيين ممثل اداره منظمه ذات الجوده، زي ما قلنا احنا ممثل الاداره هو ايه، هو يعتبر هو الجهه اللي هتنسق فعليا مع الاستشاري، الجهه الاستشاريه دي يعني هو فعليا هو يمثل الاداره في ايه التواصل مع الجهه الاستشاريه دي، هو هيكون فعليا على طريقه انشاء منظمه ذات الجوده. طبعا ايه بقى هشوف ايه هشوف احنا باذن الله كده نموذج متعين ممثل اداره منظمه الجوده. ايضا ايه هيطلب الاستشاري من المؤسسه تشكيل مجلس الجوده يعني اللجنه العليا لمنظمه اداره الجوده، هتكون طبعا من رئيس مجلس الاداره مع اعضاء من مجلس الاداره او اعضاء يعني ايه المسؤولين على التخطيط والتطوير في المؤسسه كجهه عليا، هي تكون مسؤوليه كامله عن ايه يعني اداره منظمه اداره الجوده. هنشوف فعليا هي بعد كده ايه يعني في السنوات الجايه ايه هي مسؤوليات وايه مجلس الجوده وايه بتفرع عن ايه مسؤوليه ممثل الاداره نظام ايه اداره الجوده. طبعا ايه بعد كده انه الاستشاري هيطرح مخطط العمل لتاهيل المؤسسه نظام اداره الجوده كشكل مبدئي، انه فعلا هو اخذ فعليا بس معلومات عن ايه المؤسسه طبيعه العمل، لكن هو فعلا بعد كده هيعمل ايه؟ هيعمل تحليل فجوات، المرحله الثالثه اللي من انشاء نظام مرحله تحليل فجوات، هيعمل تحليل فجوات ما بين المواصفات ايزو 9001 ما بين ايه؟ ايه الوضع الحالي للمؤسسه، النظام الموجود حاليا في المؤسسه عشان يعرف فعليا ايه الفرق ما بين المؤسسه النظام اللي داخل المؤسسه وما بين ايه النظام المعتمد لايزو 9001، فعلا هيعرض كده مخطط عمل مبدئي لتاهيل المؤسسه نظام اداره الجوده. وايه يعني ايه ادي يعني ايه الفتره الزمنيه اللي هتكلف اللي هنقضيها مع انشاء نظام اداره الجوده. طبعا بلا شك انه قد يكون يعني الفتره الزمنيه يعني تتراوح حسب تمون حاجه حسب حجم المؤسسه وحسب تعاقد العمليات فيها، لكن هي غالبا بتكون من سنه لسنه ونص بشكل اساسي، يعني حتى هي دي حتى يعني حصول على الشهاده يعني انشاء تكلفه انشاء وتطبيق النظام حتى ايه الحصول على الشهاده. كمان ايه جدول الزمن للتطبيق هيعرضه طبعا اتخاذ قرار بدء التاهيل وتامين على جميع العاملين، وفعليا ايه قرار اداري صادر من مجلس الجوده في بدء التاهيل لنظام لا تاهيل المؤسسه لنظام اداره الجوده، ويتم تعميم على ايه على جميع العاملين. زي ما قلنا ايه فعليا العاملين هم فعليا ايه عرفوا من ايه قلنا في المرحله الاولى هم فعليا تم اجتماع مع اداره المؤسسه وعرفوا ايه هي يعني ايه اليات نظام الجوده، لكن ده وفعلا قرار بتعيين ممثل اداره نظام الجوده وتعميم على الموظفين، قرار بتعيين مجلس الجوده وتعميمه على الموظفين. الدورات التدريبيه هيقبضوا التربيه التوعويه اللي هيقدمها للعاملين داخل المؤسسه لنشاط تطبيق النظام، لانه لازم هو يجتمع مع ايه يكون في كده مكان كده مكان اجتماعات يجتمع مع ايه موظفين المؤسسه دي، غير طبعا الزيارات الميدانيه اللي هيقوم فيها وغير زيارته للموظفين المؤسسه في اماكن عملهم. ايه دورات تربيه توعيه؟ دورات متعلقه مثلا ايه هي بنود مواصفات ايزو 9001، ايه الاجراءات الالزاميه لايزو 9001، دورات توعيه على تدقيق نظام ذات الجوده، دورات توعيه عن ايه مفهوم الجوده وايه ودورات توعيه هي يعني بتبين لي ايه العائد والفوائد من انشاء نظام ذات الجوده، في توعويه يعني ايه خلق بيئه ثقافه تنظيميه لا العاملين داخل المؤسسه حتى ان يكون ايه يعني ايه ونزيل كل العوائق، اللي برضه هيعرض لهم ايه العوائق والعقبات المتوقعه اساس احنا ايه كنا عارفين ان احنا حاسس نزيل كل العوائق والعقبات اللي هتحول دون ايه يعني ايه تعاون الموظفين المؤسسه في انشاء وتطبيق النظام، لان فعليا دي الاساس، لان فعليا احنا صح في التزام الاداره العليا وفعلا جهه استشاريه فعليا هتسرعنا من تاهيل المؤسسه نظام اداره الجوده، هتقوم بعمليه تاهيل المؤسسه نظام اداره الجوده، لكن لازم ايه تعاون جميع العاملين داخل المؤسسه. المشكله مقابل التغيير ومش عايز مش عارف ايه يعني يفهم إيه فعليا الدورات التدريبيه دي ايه فعليا ايه 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 هيكون ايه يعني هيكون على اساسه ايه شيء تطبيق نظام، إيه هنعمل ايه؟ ايه الحاجات اللي هنعملها؟ ايه الحاجات اللي هنغيرها؟ انتم عندكم نظام ايه الحاجات اللي هنغيرها؟ وهكذا. طبعا دي برضه بلا شك تعتمد على المرحله الثالثه مرحله تحليل الفجوات. اي سي طبعا بلا شك رؤيه ورساله المؤسسه، ايه الرؤيه الاستراتيجيه
ليه المؤسسة ايه رسالة ايه المنظمة ايه اللي ماشية عليها، سواء كانت مؤسسة او منظمة يعني كان يكون اختلاف في المسميات. فما بلا شك هو ايه هيطلب انه عمل جولة ميدانية اولية بالمؤسسة دي، يتعرف على المؤسسة من الداخل ايه معرفة اولية، يشوف فعليا ايه يزور ايه يعني الموظفين في اماكن عملهم، يشوف ايه حجم المؤسسة، طبيعة عمل الخدمات اللي بتقدمها المؤسسة، يشوف فعليا ايه يعني ايه حجم كبر المؤسسه، مع ايه جوله مدنيه خصوصا في المؤسسه او فروع المؤسسه داخل ايه الدوله. فهي فكره كلها يعني ايه هي كده، هو فعليا اجتمع مع اداره المؤسسه، اخذ منهم وعد بتطبيق النظام، عينوا له ممثل لاداره منظمه الجوده اللي هيكون هو فعليا ينسق معاه، هو يكون يعني ايه هو ينسق معاه في نظام مجلس الجوده الجهه الاشرافيه العليا، اللجنه الاداريه العليا لنظمات الجوده، وايه الدورات التدريبيه اللي هياخدوها، إيه الرؤيه والرساله للمؤسسه اللي هيتم على اساسها برضو عمل سياسه الجوده، وايه شاف فعليا في زياره اوليه ايه ايه اتعرف كده على ايه حجم المؤسسه، وايه اتعرف فعليا ايه الخدمات والمنتجات اللي بتقدمها ايه المؤسسه كده. ايه الاستشاره هينهي هي زيارته، وايه حاسس يبدا فعليا بعد كده يزور المؤسسه يعني على الاقل مره في الاسبوع، حتى فعليا يبدا ايه يعني اهل المؤسسه لنظام اداره الجوده. طب طبعا احنا ايه كنا شفنا كده نموذج قرار تعيين ممثل الاداره، طبعا ايه قرار تعيين ممثل الاداره إيه بشكل عام كده، وايه يعني نموذج كده اساس نشوف فعليا ايه المسؤوليات والصلاحيات ايه لممثل الاداره. طبعا احنا شفناها قبل كده في الفصل الاول، لكن ايه كنموذج كده قرار تعيين ايه يتم تعيين سيد مثلا ايه فلان الفلاني ممثل الاداره لنظام ادارة الجوده، يكون مسؤولياته وصلاحياته سلطاته كالتالي، هو ايه ضمان انشاء نظام ادارة الجوده طبقا لمنظومه المصرف ايزو قياسي ايزو 3001، وفعليا هيكون فعليا هو ايه يعني الجهه يعني ايه صله الوصل ما بين الاداره العليا وما بين ايه العاملين داخل المؤسسه، على اساس يضمن فعليا انشاء ونظام ادارة الجوده حتى الحصول على شهاده الايزو للشرف على تطبيق النظام والمحافظه عليه، انشاؤه وثائق نظام ادارة الجوده وتطبيقه وتدقيق النظام والمحافظه عليه، المحافظه على استمراريه النظام، تقديم تقارير عن اداء النظام الى رئيس مجلس الاداره، ويقدم تقارير دوريه سواء كانت تقارير اسبوعيه او شهريه حسب ايه اتفاق، وتقارير ايه يكون ايه مرسله لرئيس مجلس الاداره، تعزيز التوعيه باهميه تلبيه مطالبات العملاء اللي هي اساس ايه هي اساس تطبيق النظام، احنا فعلا نلبي مطالبات العملاء، تمثيل مؤسسه من الجهات الخارجيه فيما يخص النظام، يعني هو فعلا هو ينسق مع الجهه الاستشاريه في ايه في تطبيق النظام، فهو يمثل مؤسسه من الجهات الخارجيه فيما يخص النظام، او اي ايه برضو ايه يعني تسجيل يعني التعاون مثلا مع ايه هيئات الجوده في الدول مثلا زي الدول العربيه، في هيئات الجوده في الدول العربيه، فهو يمثل مؤسسه امام الجهات الخارجيه برضو ايه في ايه يعني ايه التواصل مع الجهات المؤسسات المانحه، هو برضو هيمثل المؤسسه في ايه في الجهات المانحه، اساس هو يكون صله الوصل ما بينها وبين ايه المؤسسه. برضه يكون ايه كسلطات هو اعتماد جميع الاجراءات والسجلات والنماذج والتعليمات الخاصه بنظام اداره الجوده، كل وثائق نظام اداره الجوده الموثقه يتم اعتمادها، حل مشاكل النظام وزارة التعليمات الخاصة بتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، هو فعليا تمون هي هيشرف إشراف مباشر على حل كل المشاكل التعليمات الخاصة بتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، طبعا بالتعاون مع إيه قسم مراقبة الجودة وقسم تثبيت الجودة. إيه آخر حاجة كان إيه برضه إنه هو الصلاحية وسلطة لإيقاف أي مرحلة من مراحل العمل التي يمكن تأثر على مطابقة النظام، هو فعليا هو إيه له كافة الصلاحية إنه شاف أي مرحلة من مراحل العمل داخل المؤسسة يمكن تأثر على مطابقة النظام، إنه إيه يصدر إيه أمر بإيقافها او انه ايه حتى ايه اجراءات وقائيه تحول دون ايه يعني ايه تسجيل اسباب إيه يعني إيه عدم المطابقه داخل المؤسسه. طبعا ايه كده يكون في توقيع رئيس مجلس الاداره كنموذج كده عمل لقرار تعيين ايه ممثل نظام إيه ممثل الاداره نظام اداره الجوده. طبعا ده هيكون هو فعليا الممثل ده هيكون هو جهه هو بيكون متولي مثلا منصب في 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 مجلس الاداره، له خبره في العمل، عارف فعليا يعني ايه له يعني مؤهل فعليا لمعرفه كامله على في نظام اداره الجوده الايزو، له يعني ايه له خبره في التاثير على الموظفين داخل المؤسسه، برضه انه ايه يكون هو يعني ايه هياخد بلا شك هو يعني ك يكون له دورات تدريبيه في انشاء نظام اداره الجوده، وايه هي ايه متطلبات ايه انشاء نظام اداره الجوده. برضه ايه يعني اليات عمل ايه الاجراءات إيه والنماذج والتعليمات الخاصه بنظام اداره الجوده. كده كان شايف كده نموذج قرار تعيين ممثل الاداره، شوف كده برضه نموذج تعيين لايه قرار تشكيل مجلس الجوده، بشكل عام تشكيل مجلس الجوده في مؤسسه ما طبقا لمطالبات التأهيل نظام إدارة الجودة برئاسة المدير التنفيذي للمؤسسة،
لا بعضوية مثلا السادة المدراء أسمائهم أدناء، يعني إيه عضوية مجلس إدارة متعلقة بالتخطيط والتطوير، مثلا المسؤولين عن التخطيط والتطوير، المسؤولين عن إيه يعني إيه التخطيط والتدقيق داخل المؤسسة. هون إيه مسؤوليات المجلس؟ هيكون بشكل عام هو اتخاذ القرارات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بإنشاء وتطبيق نظام إدارة الجودة، هو اتخاذ فعليا القرارات الإدارية، تعيينات فرق العمل داخل المؤسسة، القرارات التنظيمية المتعلقة مثلا إيه إنه والله إيه الموارد، الموارد البشرية بدنا إيه مثلا في عايزين موارد بشرية فعليا تكون إيه متخصصة في إيه في تطبيق الجودة، يعني إيه عمل مثلا إيه والله إيه طلب مثلا ايه موظفين جدد بياخد عمل لايه يكونوا مثلا متخصصين في جوده الانتاج، متخصصين مثلا في رقابه الجوده، متخصصين في توكيل الجوده، في تخصص القرارات الاداريه والتنظيميه متعلقه بايه انشاء وتطبيق النظام. بعد اعتماد الاستراتيجيات والخطط والسياسات التنفيذيه لنظام الجوده داخل المؤسسه، الخطه الاستراتيجيه الخمسيه مثلا، خطط ايه السياسات، الخطه التشغيليه السنويه، ايه السياسات التنفيذيه لضمان الجوده داخل المؤسسه. عملية مثلا التوسع لتربية طلبة العملاء مش داخل الدولة بس خارج الدولة وهكذا، تحديد واعتماد الأهداف الأساسية والإجرائية والرسالة والرؤية المستقبلية. بيشرف على لجان الجودة وفرق التقييم الميدانية، يشرف هو فعليا على إيه لجان الجودة إيه داخل إيه الأقسام المؤسسة، وإيه وفرق التقييم يعني إيه التقييم الميدانية اللي هتحقق فعليا في ايه المؤسسه. وطبعا هو ايه بلا شك هو هيحدد الطرق لنشر يعني ايه ازاي هتنشر مفهوم الجوده، ايه طرق نشر في مفهوم الجوده، ازاي اليه التوعيه بالجوده، توجيه ومتابعه التطبيق داخل المؤسسه، وتسجيل اي عقبات، حل اي خلافات طبعا بالتعاون مع اي منسق الاداره لنظام اداره الجوده. برضه هو يكون مسؤول عن ايه الحمله التغطيه، الحمله الاعلاميه لايه يعني نشر مفهوم الجوده داخل المؤسسه، ايه الاجراءات اللي هيتم اتخاذها من شان مثلا موقع الكتروني، عمل ورشات عمل، توزيع مثلا سيديهات، كنا ايه نشر توعيه للموظفين بايه او خلق بيئه ثقافه تنظيميه بايه عمل ايه نظام اداره الجوده، عقد اجتماعات مراجعه الاداره نظام اداره الجوده بصفه دوريه، ايه اجتماعات مراجعه الاداره هي ايه فعليا ايه هيكون مدخلاتها اللي هي ايه مشاكل النظام، ايه القرارات اللي ايه اللي بتظهرها اللي بيرفعها ليهم ممثل اداره نظام اداره الجوده تمام كده، وايه يعني ايه شكاوى العملاء وهكذا، اساس ان فعليا يشوفوا حالات عدم المطابقه برضو، اساس فعليا يعني ايه يتاخد قرار فيها حتى ايه يعني ايه يكون ايه نظام اداره الجوده ماشي على اسس سليمه كده، ايه يكون فعليا يعني ايه قرار ايه تشكيل ايه مجلس الجوده. شو مرات كده يعني هيكل تنظيم كده مقترح لمجلس الجوده طبعا برئاسه مجلس مجلس الجوده، في نائب رئيس مجلس الجوده كمدير الجوده، يعني هو ك يعني مدير من دائره الجوده مثلا يكون ايه اللي هو ايه هيكون يعني ايه تحته تقييم اقسام زي قسم رقابه الجوده وقسم تكوين الجوده، مع ايه هيكون عندنا فرق زي ما تكون فرق العمل في فرق متعلقه بالتخطيط، تخطيط لعمل خطه لانشاء نظام اداره الجوده، في فرق التدريب في عمليه تدريب وتوعيه للمعاملين داخل المؤسسه، فرق التطوير والتحسين الحقيقه التطوير والتحسين المستمر لنظام اداره الجوده، فرق التقويم وحل المشكلات زي فرق هي يكون ايه فرق زي ايه حلقات الجوده اللي عمل مثلا ايه اي مشكله تنظيميه بتم ايه عمل ايه تقرير فيها ورفعها لممثل اداره نظام اداره الجوده اللي بيرفعها دوريا لمجلس الجوده، فرق ايه نشر ثقافه الجوده، ايه الاليات ايه اللي هنحطها في بالنا عشان ننشر الجوده، فرق التوثيق وادخال البيانات، توثيق الايه السجلات النماذج والسجلات والتقارير توثيقها وادخال البيانات يعني ايه سواء ورقيا او الكترونيا كده. احنا شفنا مع بعض كايه يعني ايه كمرحله ثانيه لانشاء نظام اداره الجوده، تاسيس فريق التنفيذ يكون فعلا ممثل اداره نظام اداره الجوده هيتبع فعليا مجلس الجوده، المجلس الجوده يكون فيه فرق عمل، شوف يعني في المرحله الخامسه ايه فرق العمل نظام اداره الجوده طب كده، بتعاون طبعا مع جهه استشاريه هي فعليا هتكون هي تعمل ايه مسؤوليه تاهيل المؤسسه نظام اداره الجوده، تشتغل مع ممثل اداره نظام اداره الجوده، هتزور المؤسسه على مراحل عدة أيام في الأسبوع حسب الاتفاق، إيه فعليا إيه هتعمل خطة لإنشاء نظام هيعاونهم الفرق العمل داخل المؤسسة من أجل إحنا إيه تسريع تأهيل المؤسسة لنظام ذات الجودة، وإيه برضو عمل إيه هنشوفها إيه في المرحلة الثالثة اللي هي تحليل الفجوات، نشوف فعليا إيه الفجوة ما بين نظام ذات الجودة الأيزو اللي هيتم العمل عليه وبين إيه النظام الإداري الموجود داخل المؤسسة، نشوف حجم الجودة إزاي، إيه حجم الفجوة إزاي، وإيه ونشوف فعليا إيه قد إيه فعليا هنحتاج
وقت ونحتاج وثائق ونحتاج فعليا فرق عمل حتى احنا ايه نزيل ون ايه يعني ايه نعمل ايه ناثر الفجوه ما بين نظام اداره الجوده الايزو وما بين النظام الاداري الموجود داخل المؤسسه باذن الله. في ايه هنشوف مع بعض في المرحله الثالثه تحليل فجوات في المحاضره القادمه. شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.